ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء هتستطلع هلال شهر رمضان المبارك، وهيكون في بث مباشر على التلفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيسبوك بعد المغرب بنص ساعة تقريباً. وبتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجرية هيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس 23/3/2023. النهاردة هيتم افتتاح وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، ودي الوجهة المعنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، بالإضافة إلى إعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية اللي بتسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وكذلك توجيه الأنظار للفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة من بينها إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية وإدارة المخلفات. النهاردة هيقدم المركز القومي للترجمة تخفيضات 40% على جميع إصداراته، وده احتفالاً باليوم العالمي للشعر اللي بيوافق 21 مارس من كل عام. النهاردة هينتظم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر في التدريبات الجماعية للفراعنة ضمن التحضير لمباراتي منتخب مصر ضد ملاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024. وبيستعد منتخب مصر لمواجهة ملاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.